كيتعامل مع الطفل بحالنا حنا في المغرب. تخيل ان الطفل ما عندي مو حتى شي قيمه. هنايا كيكونوا سبعه ديال الناس كيهضروا وكيدري كيهضر بخمس سنين ولا اربع سنين ولا كيهضر كلشي كيسمع ليه، ماشي حيت كيتصنعوا، نو حيت فيهم، حيت كيفهموها، حيت ما جاش شي تكست من السما قال لهم ها كيفاش غادي تتعاملوا في الحياه ديالك، ها اللغه بريوريتير اللي عندكم، جاتهم من البيئه ديالهم تلقائيه شي حاجه غريزه فيهم ان هذاك لحقاش ماشي شي حاجه صعيبه تفهمها. انت كنتي واحد الطفل ودابا انت راجل، اذا انت خصك تهتم بالطفل حيت الطفل هو لو فيتور. كتشوف شي قروده دابا، القروده خاره وبزاف ديال لي زيسبيس كيبغيو يتخاروا تيشد الاولاد كيحطوهم الدراري الصغار كيمشيو يجمعوهم في شي قوت باش ما يموتوش باش يبقى النسل ديالهم. فطره فيهم ماشي شي حاجه، حنا فينا هذيك الفطره، فينا هذيك الغريزه. ولكن جاو شي شماكريه ديال قريش حيدوا لنا هادشي يذوبوا ديالهم. اوكي، اذا هنايا المشكل فين؟ المشكل ماشي في النظام، راه المشكل في الشعب. الشعب دير مو مريض، يا النظام جا كيقول لكم بنيو الجوامع، يا النظام بغي يخشي لكم ريوسكم في الترامي ديال قريش مزيان باش يبقى ليه هو التيران خاوي. ولكن مع من غادي تهضر؟ راه ديما كنقولها، النظام راه شاد برا، اش كتسميو برا؟ سرانج، سرانج، البرا، البرا ديال اللي كدوك، مصلحة النظام، اشنا هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ اشنا هما الجوامع؟ اشنا هو رمضان؟ اشنا هما الكتوبة ديال البخاري وهداك الأخرى كامل ديال الدين؟ هذاك مجرد مخدر، لا بد الدولة خاصها تخدرك. كيديروا هادو هو الاخرين بطرق اخرى، ولكن هاد الطريقه ديال الاسلام دقه بطله، ما كتستعملش معها الا ولا حتى ولا وقيلا ولا اف وداكشي، نو دقه بطله كتشد بنادم كتغسل دير مو الدماغ وكتصيفطو صافي كتخرج من السوق. انا الوليد هضرت معاه قلت ليه كيفاش الوليد وداكشي انتخابات وداكشي، قال لك اولدي حنا ما غاديش ننتخبوا، الامام قال لك ما تنتخبوش، قال لك حيت التقليد كيبقى عليكم الى هذاك اللي انتخبتو عليه تصرف واحد التصرف ماشي 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 ديني ماشي مسلم ماشي فحنايا كنبقاو مسؤولين. حنا ما بغيناش نبقاو مسؤولين، اشنا هو الحل؟ ما غاديش ننتخبوا، لا ما غاديش ننتخبوا. الوليد قالها ليا بفمو، قال لي حنا ما غاديش ننتخبوا حيت التقليد، حنا ما بغيناش نتقلدوا، هذاك الشيء الله بوحدو اللي كيعرف واش هذاك الانسان مزيان ولا ما مزيانش، وحنا ما غاديش نتقلدوا. ايوا انت ما غاديش، انت ما عندكش المخ زعما، انت ما عندكش المخ تمشي تاتيدي هذيك البيرسوناليتي هذيك وتشوف واش غادي تكون صالحه للمجتمع ديالك والمبادئ اللي كيعتمد على هذا الانسان والتاريخ ديالو اش فيه. والدين بغيتي حيت شعب حمار، ماشي با حمار، مغرب كو حمير، وتانا غدات ليا الزغب. اما تانا كون لقيتيني دابا ضربتها بشي جوج ديال الغات وحجه وبارك مقابل الشمس واش الفجر واش الظهر واش العصر واش المغرب وخدام كنسلق اوكي، راه حتى هاد الناس اللي داخلين الدين بهاد الطريقه هادي راه ما كنلوموهمش، وحنا عشنا هاد التجربه، عشنا هاد التجربه. كون ماشي الزهر كون راه تانا باقي كنقلب على واش كنصليو اشتاتا ولا فرادا ولا كيفاش كيدير. اوكي، اذا هنايا الاخوان كتبقى المسألة في التغيير. أنا ما كيهمنيش أنا عندك معلومات، ما كيهمنيش أنا أنت إنسان متضلع في الفيزياء ولا في المات ولا في السيونس ولا في الإيكونومي ولا في الإلكترونيك ولا واش غادي تغير شي واحد، واش واحد الإنسان غادي تشدو وغادي تغير ليه الفهم ديالو للحياة، غادي يعود يشوف الحياة توتالمون ديفيرون. وفعلا الإنسان فاش كيخرج من الدين سيتو هاد الوسخ ديال قريش وهاد الخرا. واش معايا الاخوان ولا ما؟ كل شيء كيتغير عندك، النظره باش كتشوف مرتك ما كتبقاش تشوفها بنفس الطريقه، ولادك ما كتبقاش تشوفهم بنفس الطريقه، الحياه ديال كلها بالدوله ديالها بالماكله ديالها بالشب كل شيء داك الشيء كيتغير. علاش؟ حيت كتغير لا باز، كتغير الفكر، كتغير لا ديفينيسيون ديال واحد الحاجه كتغيرها، كل شيء كيتغير، لا بيرسبسيون ديالك كتغير. هذا هو اللي كنطمحوا ليه، وهذاك الشيء علاش كنديروا اقتراح المواضيع.
كنقلبوا على شي شحال واحد دخل هنا كيخرع علينا فرنسا. فرنسا دات لينا الثروات وخذات لينا الثروات وباقي لدابا كنسمعوها غير البارح سمعنا هذا الموضوع. فرنسا والغرب وما مزيانينش وكيتحايلوا علينا ولد الحاج جايب لنا الموضوع تا هو كيجيب على يديروا لولادو ها أه؟ ولا والغرب وما مزيانين شوف فيهم الغرب انت نحيد الغرب حل الشجم وبدات لوح من الشجم او اول حاجه غتبدا بها هي سنانك ها أه؟ وبدات لوح وشوف الغرب واش زادو كيدخل الانسان هنا تيقول لك الغرب ولاد القحاب داو لينا الخيرات كيريح معنا شهر شهرين تيقول لك عندكم الحق كل ماشي هذا الغرب كل باقي داين يد اللور يد القدام وكناكلوا اللحم خضر اوكي كيجي شي واحد كيدخل تيقول لك فلسطين وداك الشيء وفلسطين والعروبه ومساكن وكيبقاو فيا ومتشردين ودوليهم وبلادهم وداك الشيء كيدخل هنا كنهبطوا على ربو جوج سيمانات ثلاثه اربعه خمسه شهر شهرين كيدخل تيقول لك عندكم الحق ومال انا ومال فلسطين مال انا تنتعادى مع اليهود اش داروا لي انا كمغربي اش دار لي واحد الانسان يهودي انا الوالده قالت لي قالت لي انا تمنيت ولدي نمشي وسط شي اليهود ونتفرقع بحال هكا واحد قرب قال لي داش داو لك هاد اليهود شاف فيا بحال قالت لي ما داروا لي والو بغيت نمشي نتفرقع وسطهم الوالده اش كتعرف في اليهود نفس الشد المغربي علاش انت معادي مع اليهود واحد سبحان الذي اسرى بعبده حيت نتوما في 48 كان على المغرب يقول احنا مع اليهود قودوا العرب السعوديه والاخرى ما عندنا ما نديروا بدينكم كون وليتوا كتاكلوا من تحتكم ومن فوقكم وعن يمينكم وعن شمالكم كنت تبعتوا غير اليهود وتعاملتوا مع اليهود مزيان بقيتوا تابع ليا قريش هالقريش دابا هما مشاو السعوديه ولاو دينهم بحال الكلاب السعوديه ولاو القحبه تاع تمهم بحال الكلاب لا اعتبار لهم لا قيمه لهم ها تبعتوا العرب وتبعتوا الخرا ما طلعنا من دين مهم حتى شي خريه كون بقينا مع اسرائيل نسى دين مهم لا نقولوا لكم من الجزائر والفوق نسى الخرا كامل كون راكم عايشين حلوه وكون درتوا هذا الشيء من زمان كون تغيرنا من زمان الناس دين مهم دخلوا لهذ النهضه الاوروبيه والروينه نايضه والثورات وداك الشيء وحنا فين شكون يدا هو في الغرب وشكون يدا الناس كيجي دين مهم من الجابو كيزحف باش يطلع الفرنسا يتعلم والانجليزي يتعلم والالماني يتعلم امتى دات هاد الجابوني امتى بدات كتصنع هذيك الطيوطا ديالهم ديك الطيوطا منين بدات الطيوطا بدات من الطنوقه ديال العسكر هي منين جات الفكره قبل ما يبداو الطوموبيل داو ومن تما جات الطيوطا ديالهم واشو هاد الناس فين كاينين بالنسبة للغرب منين وصلت باش وصلت الجابون لهذا المستوى اللي وصلت ليه وصلت ليه بالغرب احنا في الزق ديال الغرب وضاربين ديال ما بواحد النعسة خوار مخير فينا كيعرف الاحاديث ديال مبطلات الوضوء كيفاش يغسل زكو هادشي اللي تابعين واش غادي يوقع فاش غادي يموت الانسان علاش وصلنا لهاد الحالة حيت الثقافة ديال الخرا العلم النافع والعلم غير النافع العلم النافع هو اللي عرفت كيفاش غتغسل زكوك ولا وقف على اش غادي يوقع فاش غادي نموت وحور العين والخرا هذا هو العلم النافع والعلم غير النافع هو المات والفيزيك والسيونس والالكترونيك والتاريخ والجغرافيا كاع هذاك الشيء علم غير نافع ما عندي الموت شي قيمه ما كاين بعد حتى شي حاجه اوكي اذا هنايا شنو هو المشكل ديالنا المشكل ديالنا هو الدين بزاف ديال الناس كيدخل تيقول لك المشكل ديالنا الدين شويه الغد ليه تيدخل تيقول لك لا المشكل ماشي هو الدين المشكل هو الدين هو اللي جاب لنا هاد المبادئ العفينه اللي جاب لنا هاد الدين جاب لنا شي خرا دين امو وما كينفع حتى شي خريا كون كان كينفع هادشي كون تلاحوا عليه كل الالمان كلهم ولاو مسلمين كل راه الامريكان ولا الدستور ديالهم كله هو القران وتمشي عند الجابون تاهما تلقى دين مو الجابوني تلقى القران والبخاري والمسلم بالجابونيه ولكن من هما ما داوهاش في هذا الخرا هذا اذا ما عند دين مو حتى شي قيمه كتعرفوهم هما الا البترول عجبهم كيدخلوا على اي دوله ياخذوا دين مو الا عجبهم النيكلاج ولا الا عجبهم الالمنيوم ياخذوه
الالومنيوم الى عندهم عندهم الى بغاو الالومنيوم يمشيو ياخذوه. اسمو تيقول لك مير اوف ناشونال سيكيورتي، ما عندنا ما كتكونش عندنا السيكيورتي الا ما عندناش الالومنيوم وياخذوه. علاش؟ حيت لقاو فيه قيمه. حنا عندنا شي حاجه اكبر نعمه، كنجيو كنعيشوا على قبلها، كنجيو كنعيشوا في هذا الوجود، كنعيشوا على الدين. اشنا هو الدين؟ الكير ديال قريش، كنعيشوا على قبله وكنبنيو عليه الحياه ديالنا. بطبيعه الحال وصلنا لهذا المستوى اللي وصلنا له. المغرب قال لك التولود ديالو خارج لبرا، التولود ديال المغاربه خارج، نتوما اكثر من فنزويلا والتولود ديال المغاربه خرجوا. او فين بغيتي شي نضال؟ قال لك الاخ، مع احتراماتي الاخ، اش غير علاش؟ حيت ما كاينش ما كاينش واحد الضمير. راه كنعيشوا الاخوان واحد لواحد، كنصحابوا راسنا، كنعيشوا الحياه. راه ما كنعيشوش حياه، راه كنعيشوا وهم الحياه. راه ما يمكنش شي حاجه طبيعيه كاينه في البيئه تجيب انت غتجيب شي حاجه احسن منها. راه ما يمكنش غادي يجي شي خراي يجيب لك شي حاجه احسن من داكشي اللي عطاتك البيئه. كل شيء عندك كاين في البيئه، راك انت انسان، راه ماشي شي حيوان عنده الفراكش. انت انسان عندك صباع، عندك ستيلو، كتقدر تكتب، كتقدر لا ماتير غريز. انت كتجي عند الانسان وباغي تقول لي كيفاش غتغسل زكوك، انت انسان غتقول لي كيفاش غادي هو زعما قادرش يغسل زكو بطريقه ديالو خاصه به وتكون الطريقه ديالو مزيانه وبوزيتيف وكتساعدو. خلاب كتجي ايه من السما تقول لي كيفاش غتغسل زكوك، كيفاش غادي تتزوج؟ واش انت ماشي راجل؟ ما تعرفش بانك غادي تتزوج؟ شكون غادي يقول لك كيفاش غتتزوج؟ غادي تلقاها within you، غادي تلقاها فيك، ماشي شي حاجه غادي تقلب عليها ولا غادي تستوردها ولا غادي تنزل عليك ايه من السما. حنا اللي درنا مشينا للبديهيات وبدينا كنقلبوا احسن حاجه غندير بها بديهيه، راه بديهيه، راه سي نورمال غادي تغسل زكوك، سي نورمال عاديه. اوكي، اذا هنا المشكل ديالنا الاخوان مشكل بنيوي، طريقه باش كنفهموا هذا الوجود مقوده مقوده. كتدخل واحد المجتمع تيقول لك وليس الذكر كالانثى. كيفاش ليس الذكر كالانثى؟ منين جبتي انت هاد الفكره؟ واش تقدر تجي من عندك من البيئه ديالك؟ ربما غادي تجي على ديك والبرحي. كتفرج في لافام باش تتعامل مع الانسانيه، وكيدوزو لك عند حضارات كاملين كيحرقوا دمهم وكاين شي روينه كيديروا للعيالات. ولكن هذوك المجتمعات كلهم تقدموا، كلهم تغيروا، كلهم الفكره ديالهم على المراه تغيرات، والمراه ولا عندها حقوقها وغادين واحد المسيره. حنايا الخرابة كنرجعوا بحذافيره، اللي جا كتجي هاد لا جينيراسيون اجي نرجع كيف ما كان كيديروا الصحابه والرسول، وتجي لا جينيراسيون اجي نعاودوا ثاني نفس الشيء. ديما لو بوان دو ديبار هو لو بوان داريفي، لو بوان دو ديبار هو لو بوان داريفي. ستاغناسيون، ما كتحركش، الوعي ديالك ما كيتحركش. عرفتي شنو هي؟ كتزاد وفاش كتقرب تموت كتعاود دير كيف ما كان كيدير الرسول على جميع المستويات. اشنو هو الدين؟ الرسول هو 10 على 10، احسن حاجه في هذا الوجود هي ذاك الخرا. كيف ما كان كيخرى الرسول تخرى، كيف ما كان كيحزق كتحزق، كيف ما كان كيمشي خصك تمشي بحاله، كيف ما كان كياكل خصك تاكل بحاله. هذا هو الدين، وخصك ترجع. ولينا كنديروا كل نيغاسيون كتجي كدير نفس الشيء، خصهم يرجعوا كيف ما كان كيدير محمد. ولعلمك محمد راه ماشي هو فولتير الفيلسوف، راه ماشي هو ديكارت، راه غير شي سماكريه بحال هذاك الخرا كاع ما كيكتب على دين مو التاريخ. نتوما جيتو بنيتو عليه الحياه ديالكم كامله. واش مفهوم الاخوان؟ تراجع، ماشي تراجع، ترى ماشي حتى مازال. عرفتي شنو هو التراجع؟ التراجع هي الرجعيه. اش هي الرجعيه؟ هي كترجع لا كاتريام جينيراسيون، هي اللي كترجع عند با جدك، كترجع عند با جدك وكتاخذ المبادئ ديالو والمفاهيم ديالو كتابليكيها. هذه كتسمى رجعيه، هذه كتسمى رجعيه. انت كترجع لبا جدك، وولدك كيرجع لبا جدو، وولد ولدك كيرجع لبا جدو.
يعني الرجعية كترجع أربعة خمسة ديال جينيراسيون للوراء، وهذه كتعتبر مشكل، كتخلق لك عائق، عائق في وجه الحداثة وفي وجه التقدم. ياك دابا حنا المشكل ديالنا ماشي، حنا ديما كترجع ل 1400 سنة، كيجي ولدك كيرجع 1400 سنة للوراء، كيجي ولد ولدك كيرجع 1400 سنة، كيجي ولد 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 ولدك كيرجع 1400 سنة للوراء. هي الحياة شنو هو؟ الحياة ستا شي حاجة بروغريسيف، انت كدير شويه وكدوز لولدك كيزيد شويه، كيقاد شويه الفهم ديالو، كيزاد شويه الوعي ديالو، حيت كلشي كيتغير. وكيجي ولد ولدك وغادي بحالكم، كوصلت الانسانيه توصلنا لهذا المستوى ديال الرقي ومستوى ديال الكرامه اللي وصلنا ليها. اما بنادم كنتي كدوز كتلقى بنادم مليوح في الزرقاء ميت، كاع ما كنتي كتشوف فيه جوج ديال المرات، كتشوف فيه مره واحده حيت عادي تلقى بنادم. دابا تلقى صبع ديال 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 الباشا خص تجيب البوليس، 10 طوموبيلات ديال البوليس وخصك دير يلا وتيب تدور على ديك البلاصه حيت لقيتي فيها شي عظم ديال شي انسان. القيامه كتنوض، الانسان ولات عنده قيمه. ها بنادم كان مليوح دين امو طيح كثر من نايض. علاش الناس كيتغيروا؟ كتجي واحد لا جينيراسيون كدير شي اخطاء، كتقاد شي شويه، كتجي لا جينيراسيون اخرى كيفرض على الواقع ديالها انها خصها تتغير، وكتجي لا جينيراسيون كتزيد شويه، وكتجي لا جينيراسيون شويه. سي نورمال الانسان يكون شويه رجعي، حيت عندك ربعه ديال لا جينيراسيون كيعيشوا توكادر، عندك ربعه ديال لا جينيراسيون كيعيشوا توكادر. انت زدتي في عمرك عامين، راه كاين جدك انت راه في عمره 85 عام، إذا بطبيعة الحال هذاك كيولي عضو من البيئة ديالك، يعني واحد الرجعية لا بد، غنسميوهاش رجعية. ولكن شوية ديال الأصالة إلي نيسيسيغ، حيت واحد الإنسان في عمرو عام خصو يتعايش مع واحد في عمرو 85 عام، كيعيشوا في نفس الواقع. سي نورمال، ولكن باش حنا نعودو نرجعو 1400 سنة للوراء، أو 1400 سنة؟ انت بغيتي ترجع وتبدا دير تفكر بحال واحد الانسان كيفكر 1400 سنه؟ هادي حنا بنادم اللي كان كيفكر غير 30 عام تحير معاه، دابا بنادم 30 عام تحير معاه، غير 30 عام هاد 30 عام هاد ولات عندنا الدي ان اي، دخل فيها لانفورماتيك الكمبيوتر، دخلوا فيها التليفونات، ان ميغياد ولا اون ميغياد ولا ديال الحوايج اللي تزادوا. كاين شتي شي واحد داز عليه 30 عام كيدخل لهاد العالم تيقول لك انا ما بقيتش فاهم علاش هاد العالم خدام. هادشي اللي كنعيشوا فيه دابا من هنا 50 عام، الا دخلتي العالم ديال 50 عام غتلقى الطيارات الطوموبيلات كيدوروا بوحدهم، والطوموبيلات كيدوروا كيطيروا في السماء بوحدهم، بوحده الطوموبيله غاديه طايره في السماء بوحده، السماء كلها عامره بالطوموبيلات، الطوموبيله ما كتسطح مع الطوموبيله، كلشي طاير. كاع هادشي اللي كنتي اللي كتفهمو دابا ما غادي يبقى عنده حتى شي معنى. غير في 30 عام 40 50 عام الحياة كتخير توتالمون. داكشي اللي عاشو والدينا ما كيعرفوش هداكشي اللي عاش اللي عشناه حنايا، ما يقدرش يعيش فيه، ما يقدرش يتأقلم معاه، حيت تغير توتالمون. اش بالك الإنسان كيرجع 1400 سنة للوراء وباغي هو يتنافس مع الميلان ومع الجابون ومع الالمان، وانت عايش 1400 سنة؟ اذا هنايا هذا مشكلة، هذه واحد ديليما واحد البريديكامنت، واحد العائق، واحد حصلنا واحد الحصلة مقودة ما تقدرش تخرج من هذا الشيء. ولكن المشكل ديالنا حنا طولنا في هذا الخرا، حنا اللي عيقنا فيه كاع. وبنادم حداك داخل بسروال مفصلو، وفصلت انت سروال، قول انا بس درباله وحسن، وهذا لابس سروال ولا بحال هذاك السروال، او انت لابس نضاده ولا لابس سروال ودا كاسكيت ولابس هي البرودكا والحوايج ديال فيهم الصدافي، وانا لابس الطرف ديال لابسو فوقي. الا كنشوف انا نورمال نقولو واد خينا احسن ليا، لبس بحالو، ايوا خصني ندير بحالو. انا في العود
منشوم دي بحالو واش قلت هذاك ماشي بحالي هذاك عيني زرقين وشعره شابود وقحبه وكافر وما كيامنش بحالي انا وماشي مسلم بحالي انا فما خصنيش ندافع منه. من جاتنا هذه الفكره هذه؟ من جاتنا هذه الفكره ديال الناس عايشين حدانا القرون ما بغيناش نتاثروا بهم ما بغيناش نغيروا حنا الطريقه باش كنعيشوا لا الطريقه باش كنبنيوا ولا الطريقه باش كناكلوا ولا باش كنشربوا حتى شي حاجه ما بغينا نغيروها. علاش شنو هو السبب؟ السبب هو اللي كنا كنقولوا هاد الناس ماشي بحالنا ماشي هادو الناس ماشي هادو كفار خصو يكونوا اعداء ديالنا. اشنا هي لا كونديسيون؟ يا با دو كونديسيون. ويلا كان هاد الانسان غادي يجيب لك الدواء ويلا كان هاد الانسان غادي يريحك العود ما تركب على الحمار تركب على الطوموبيل واش تقدر تتعامل معاه؟ قال لك لا انا ما نتعاملش معاه لا حيت ماشي مسلم بحالي هذا كافر. انا قال لي ريغاردليس انكونديسيونيل خصني نكره دين امو. راه جاب لك شي حاجه بوزيتيف؟ لا قال لك لا انا ما عندي ما ندير به. شكون جاب لنا هذا الفكر هذا؟ واحد الانسان اللي عنده شي حاجه بوزيتيف كيأثر عليك المصلحه ديالك كتعود عندك الاوفرويلمين ريزون باش انت تاخذها من عنده. كيجيب لك الدواء ولا كيجيب لك شي حاجه تلبسها ولا غادي يبني لك شي بور ولا شي تقول لك هذا الانسان ماشي مسلم بحالي ولكن راه المصلحه ديالي كبيره باش انا اكسشونجي هاد بالمبدا واش هو مسلم ولا ماشي مسلم. حنا لا قلنا اوكي لا الناس هادو ماشي مسلمين اذا ما عندنا ما نديرو بهم. اوكي اذا ما يبقاوش الناس يجيو يكذبوا علينا يقولنا حنا السبب ديال التخلف ديالنا ماشي هو الاسلام. لحقاش لو بوين دو ديبار وهادي راه سلام كامل العالم كله كان غادي يكون متخلف. راه اللي اعتق العالم كامل هو الغرب هو فرنسا هو الطاليان هو الالمان هو بلجيكا هادو هما الناس اللي غيروا العالم. العالم كان كيعيش بحال الحيوان والعالم كله حتى واحد فيهم ما قال بان هادوك الناس راحيت هما فرنساويين ولا حيت هما بايضين ولا حيت هما شي غيزون. كيقول لك كاينه المصلحه ديالي كتحط الاخره كله كتحطو على جانب وكتقول المصلحه هي الاولى خصني نمشي نطل على هاد الناس. الا هما ما بغاونيش تكون عندي معاهم علاقه خصني نقلب على شي حل انني نتعامل معاهم. كيف ما دار الجابون خصني نقلب على شي حل باش هاد الناس هادو نتعامل معاهم باش نختارف من العلم ديالهم حيت فيه مصلحه وانا كنعرفها بان راه كاينه واحد المصلحه. داروها شتي الجابون كون كان فيهم الاسلام بحالنا والله حتى الجابون غتلقى ديال مو باقي حيوان. غتلقى النص ديال الجابونيين ساكنين في الالمان وفي الانجليز وفي الامريكان وفي كندا وخواو ديال مها الجابون كون كان عندهم هذا الفكر اللي تيقول لهم واحد الانسان كيامنش بنفس الايمان اللي عندك انت راه عدو ديالك فمن تولاهم فهو منهم. إذا أنا كنقول بأن هنا فين كيبدأ السبب ديال التخلف ديالنا حيت حنا رفضنا نتعاملوا مع الغرب. علاش؟ حيت هما ماشي مسلمين. وعاد ندخلوا للجوامع كتبة ديال البخاري ومسلم والخرى لعمو النبي الراس وما أصلا كل ما كناش بحالكم الله ما يدخلوا يستعمرونا بالله. شكون كنا حنا عايقين وكون كنا ما فيناش هذيك العنصريه ديال انهما غربيين وماشي مسلمين وداك الشيء ما كانوش غادي يستعمرونا حيت غادي يلقاونا فقنا غادي يلقاونا حنا تاثرنا بهم. وغادي تلقى في العود ما غتلقى عندهم واحد سميتو ديكات غادي يقول لك سميتو المعطي ولا ابو عزه ولا جلول. anyway كيبان لي وقيلا الروم الريزان طويله نحوسو سرفتين طلع قول لينا البرابرة اسمهم برابرة حيت عندهم لاباغ. قال لك البرابرة سموهم البرابرة إلزيتي باغفي. أفين غنكمل أنا؟ غنكمل هادشي كنبقاو نقولوه نبقاو نعاودوه نبقاو نقولوه نبقاو نعاودوه باش اللي معمو سمع هادشي واللي سمعو يطلع يمشي يشوف لي شي يوتيوبر.
قنيط اه قنيطري كنتي مشدود ما شفتكش دابا شي سبعه ديال السيمانات هادي يعني كل شيء عند داك الشيء في الدماغ كيبقى لاصق. عطينا النصائح وقول لنا واش فهمتو. كلنا ديال لي كويلا كويلا اه كويلا اه I feel like I knew you all my life. الله حبك بحال اكس والله العظيم بالله غنقدر دابا انت هو اللي كدوز عندي من فوق السطح فاش كتسرق شقال ديال السكر كتبيعو بالفرق. عزتنا شكون كان كيهرف على داك السكر اللي كيجي باش كتكون عندكم شي حج ولا شي طهارة ولا شي كيجيو الناس كيجيبو الخناشي ديال السكر وداكشي كتنوض الروينة ديك الساعة دي. ياكل الله شكون دا هاد القضية كنتو كتسطو القوة ديال السكر والدار ديالكم ياللي خاش كتضحكوا والله إلا كلكم بالله ياكل الله قعدتوا هاد القضية كتك على شي قلب ديال السكر كتجي ساهلة دينا ما 10 دراهم بار عادي قالب 10 دراهم ما إلا ما عادش كسرتي واحد صورة ديال واحد خيناز واحد القلب كبير قلب ديال السكر كبير. المغرب هو اللي فيه ياك الإخوان المغرب هو الدولة الوحيدة اللي فيها القلب ديال السكر ياك ما عمرني مشيت لشي دولة ياك ولا لا هاد القحام زعما ما باش لي ميقرطو زعما مربع زعما باش تقطعو مربع جاتهم ودابا المشكل ولاو كيبيعو لك واحد القويلب صغيور كتهزو تا هو كتعلقو في الدار حيت ملفين القوالب الا ما كانش قلب ما كتحس كتجيك الحكة ولا شي حاجة كيبيعو لك واحد القويلب وتا هو فيه داك الخيط ديالو داك اللعب فيه واحد القنبة ديالو تا هي لاصقة فيه وداك الشي قويلب صغيور لأن المغاربة هازين القالب والله انا ما عرفتش الدول كيفاش تولوا كيبيعوا لنا القالب علاش ما يبيعوش لنا مربع من الاول انا عقلت على واحد الباكيه صفراء واحد الباكيه صفراء كان كيتباع ولكن المغاربه الا ما كان السكر ديال القالب تيقول لك السكر ديال القالب كيختلف على السكر الاخر والله العظيم الا كنا كنسمعوها بالله وتا داك القالب خص التقنيات ديالو بعدا باش تهرسو عرفتي بنادم كيشد لك كاس ديال حياتي تهرس ديال مو قالب كامل ولكن عنده واحد الشده فاش كتشدو كتخضخض يديك شويه كتشد عرفتي في واحد التقنيه جابوني والله ما يقدر عليها عرفتي فاش كتشد داك القالب وكتشد واحد الكاس صغير كاس كيف ما بغى يكون الكاس تي الطريقه باش كدرو التقنيه والله ما على الالماني لا الا ماني يقدر يصنع لك غير بي ام دبليو ولا شي تخربيقه ولكن باش يهرس القالب والله يدير ما يقدر الجرب هو الاول لكن واحد الحركه ديال اللي باش كضرب كاين واحد القضيه عندنا في الدم ما يفهمهاش الالماني والله ما يفهمها بالله حتى الالماني كتقول لي غمس كيدوخ ما كيعرفش هو كيفاش هاد المغربي كيشد الطرف ديال الخبز وفيه زيتونه وفيه بطاطا وفيه جوج عويدات ديال اللوبيا وكيهز داك الشيء في يدو خصك تريح وخصك تقري كيفاش واللحم ما عمر شي واحد فيكم عرض على شي جا عندكم شي قاوري ولا شي حاجه للدار وحطيتو ليه المرقه ياكل وصدق كلا اللحم هو الاول الغرب كتحط ليه وكتقول هاد خينا شويه كنبدا هما اللي نضا كيبداو يدوروا في عينيهم حتى كيفاش تريح تيجي ولاد القحال تيبان لي اللحم كيتكى عليه هو الاول حنا عندنا مقدس اللحم اللحم كتبقى تشوفو فيه وخسار تبقى واحد 10 مينوت ولا 20 مينوت انت كتشوف هذاك اللحم وكتاكل وكتقول انت غادي نوصلوا لهذاك اللحم كتحفر عليه بحال الكنز بحال داك اللي قال لي ها هو يسلقو قال لي ها رأى الخير أهله فتقدم قال لي لأخو جاءه الباء من تحته فتهدم على البقاء وراه بصحة صاحبي ود العائلة كلها بدير مو اللحم دير مو شحال 1200 ريال ياك 60 درهم الإخوان ياك أو 80 درهم و80 درهم خصو تلقى عاد تشمو بحال واحد خينا والله إلا كنت مخيم في جديدة الإخوان
كندخل دي واحد الدجاجة في الجميلة، كندخل الكاطون ما كايناش دجاجة. اوا كيفاش الدجاجة ما كايناش؟ وانا نبدا ندور كنشمشم في الكاطون شكون اللي كيطيب، وانا ندخل لقيت واحد خينا سميتو رشيد صاحبي. دخلت الكاطون ديالو، قلت لي طيب الدجاجة ديال الكلب، وانا نحل قلت لي هادي الدجاجة ديالي. قال لي لا عاد طالقه والله الا كنت غنرجع لك. قال لي عاد بغيت تطلق البنا، والله العظيم الا كنهضر معاكم بصح. قال لي عاد بغيت تطلق البنا ورجع لي. المهم المزيود اخواتها الاخوان، نزيد دابا بغيتو الخبز دابا يعني. اش قلتي الغبرز؟ عزيز انت جديد الاخ عزيز، انت قلت لي باقي جديد ياك، ما انت هو شي واحد دابا كنعرفو داكشي بدل السميه ودخلنا بعزيز. $70 اصاحبي، 70 درهم الحلو في المغرب، والله العظيم محشومه عليكم بالله. ربي ولادكم على الحلوف، ديروا الحلوف غادي ينزل الثمن ديال اللحم. كلوا عام زيانة صاحبي، تاكلوا الحلوف، تاكلوا الراس ديال الحلوف، تاكلوا تعيشوا زوينين. اللحم غادي يوصل، غادي يعود 600 ريال الكيلو، والله العظيم الا الغنمي عندنا في السوبر مارشيات دابا الا رخص من المغرب. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ البيكن توب، كلوا الحلوف الوسخ. وانت راه قريش ما كيعرفوش حتى الحلوف اش غادي ياكل في قريش. الخرع غادي ياكل ديال مو الدرك، اش غادي ياكل الحلوف في قريش؟ الحلوف كيبغي تكون شي وسخ، يكون شي ما يكون داكشي خاتر. اش غادي ياكل في قريش؟ غادي ياكل الرمله. كل الحلوف تعيشوا زوين صاحبي، الحلوف زوين، الحلوف في اللحم، المشاش ديالكم يعود ياكل الحلوف، ما بقاش ياكلوا الزيتون والتلاح، والكلاب ديالكم حتى هما ياكلوا الكونسيرف. اللحم غادي يطيح الثمن ديال اللحم، بنادم ياكل الغنمي 600 ريال الكيلو، البقري 500 ريال الكيلو، الحلوف 300 ريال الكيلو، ثروه كبيره قد دخله، العالم كله كيستافد منها. طلع الشناوه شحال ديال دي غير جوجليها، دخل جوجلي دي فيها تما، كتب فيها اي دوله وقول لهم شنو هو الفلوس اللي كتدخل، الرواج لاندستري ديال الحلوف. وتلقى الناس عايشين منه خوار، واكلين شاربين بخير. حنا المغرب ما كياكلش الحلوف اصاحبي، الشعب ديال مو ضيع. البيكن، البيكن عرفتي البيكن كيدير طب ديال مو بيكن شي تو اكس اوفر ايزي، وشي هادو ديال البيكن ستريبس البيكن وشي امريكان، داكشي كيطلع ديال مو الفطور واعر. وبنادم تلقى عامر ما يبقاش مسلوت. ثم شعب خصكم تاكلوا ماشي على الحلوف، خصكم تقلبوا على شي حيوان خود تدخلوه باش تغلاضوا شويه وداكشي. الوافل هاوس شكون هو السبب؟ شكون السبب دابا تولينا حنا شعب دين امو ما لقيتها ما ياكل؟ حلوف كيولد لك تسعود، حلوف كيولد لك 10 ديال الحلالف، 10 ديال الحلالف. هادشي ديال مو حولي كيولد لك حولي واحد، وخصك تسنى ديال مو عام وانت كدور به وانت كتوكلو هنا وياكل هنا، وخصك تشيلي الفصة ديالو، وخصك تشيلي العلف ديالو الخرا، كتخلق ديال مو داك الحلوف كتاكلو حلوى، ما فيه حتى شي حاجة كضرك. كون كان الحلوف كيضر كون ما كلاوش الشناوة والجابون والألمان، كاع الدول المتقدمة كياكلو الحلوف، باقي ما بغيتوش تعيقو. ياكم مالي جابو ليكم دونتي فلوس وجابو ليكم بيكينيات وعلموكم كيفاش تبنوا الطرقان وكيفاش، ياكم اللي جابوا لكم كل شيء. قولوا اذا منين هما جابوا لنا كل شيء ما فيها باس ناكلوا الحلوف حيت هما كياكلوه، وما كيجيبوا لكم غير الحوايج الزوينين. كاع الحوايج اللي عندكم المشكله عيفونا فيها اخي، عيفونا فيها، لكن كبرنا بانه الحلوف خارج وهذا داكشي علاش بجام كيعيفوا، فهمتيني؟ هذا هو راه دابا انا ما كناكلش الحلوف، انا دير لي الحلوف نطيبو في المرقه والله ما ناكلو بالله، ما نقدرش نحط فيه يدي. كندوز دابا كندوز في السوبر مارشي ما نقربش الحلوف، كنمشي عند الدجاج وكنمشي عند البيف، ما ندوزش عند الحلوف، ما نطلش عليه، ما كنبغيش نمسو، ما عنديش.
شرينك فورمي حيت تقاضى خصكم تعرفوا شتي هاد المساله ديال الحلوف كتعبر لك على التاثير ديال الايديولوجيه اللي فيك التاثير كتاثر لك على المعده ديالك على التيست ما كتبقاش الهضم ما كتبقاش كتهضم داكشي علاش مجرد فكره ياك هي مجرد فكره شبكيو ديال قريش هو مجرد افكار ياك ولا لا فكر ممسخ ولا تحكم لك في المعده ديالك انا الوالده ديالي كانت بغات هضرات مع ولاد خويا قالت لهم واش نتوما مسلمين قالوا لي لا حنايا ما كنامنوش كاين الله حدايا اختي سولتها امي قالت لي اش كيقولوا هذا قالت لك هاديها قالت لك هادو ما كيامنوش بان الله كاين الوالده ديالي طاحت كريز ما بقاش الدماغ ديالها ما بقاش كيدخل لي وصل لي الاكسجين الدم ما بقاش كيوصل لها للدماغ ديالها ما بقاش هذيك العلاقه ما بين القلب هزوها 6 شهور هي كتمشي مشات للكوما مشات كوما مجرد فكره ان ولاد ما بغاش تدخل ليها الدماغ ان ولاد ولادها كيظنوا بان هذا الوجود بوحده ما كاين حتى شي واحد دابا شنو هي العلاقه ما بين الايديولوجيه والاناتومي ديالها والفيزيك ديالها شنو هي العلاقه كيفاش انت السيستم ديالك زقنا شات داون حيت واحد الانسان قال لك واحد الفكره كتخالف وهذا هو التهديد يعني الا حطيتي حيتي من هذا الانالوجي ديال الحلوف ودخلتي الثقافه ديالك عنده نفس التاثير في الثقافه ديالك واش فهمتونا الاخوان الا العمل ديالك مع الحلوف بهالطريقه اذا حتى في هذوك الحوايج اللي غير ملموسه غادي تكون بنفس الطريقه ربما وصلت الفكره يعني كنتعاملوا مع ايديولوجيه مقوده كيجي واحد تيقول لك لا ما تسبوش علاش ما نسبوش ولا ما سبيتوش انا شكون اللي غادي يسبو انا اللي خصني نسبو او لا ما تسبوش لا ما تعيروش لا احترم لي المعتقد ديالو لا ماشي هكا كيكون التغيير شكون اللي كيغير اللي كيغير راه هو الاكستريميست هو اللي كيغير راه ماشي داك اللي باغي كيدهن فيه وكيخرى راه لي زيكستريميست هما اللي هو داك هو اللي كيخرج وكيتفرقع وتيرونها وتضحي واحد اللي خارج كيغوت وما كيهموش واش غادي يخليو ضربوه ولا غادي يجلسوا على القرار هذاك راه اكستريميست علاش كون اللي كيجيب التغيير راه التغيير كيجيبو الاكستريم هو اللي كيجيب التغيير راه ما كيجيبوش الداهنين دهنا خلونا نغيرو اش قلنا العنصريه ولا تعامل معاه زوين ولا كتجي كتشامل القحبة تاع تمو ماشي هو كتشامل ليه الدين ديالو كله كتخرع القحبة تاع تمو على الأقل اللي تحلو ودني يبدأ يبقى يسمع ما يبداش يهرب وما يبداش يسب وما يبقاش واحد الإنسان خلوي إلا ما كتفكرش بحالي إذا أنت راه عدو ديالي وما خصيتش تسمع ليه كتوت القحبة ما مزيانش حواك الفقيه نو أوكي والعاديات ضبحا والمغيرات صبحا فأترنا به وقعا وقعا اوكي شكرا الاخوان والذالكين ذلك والذالكات ذلك شكرا الاخوان